أهلا أحبائنا مشاهدينا في كل مكان، حية النعمة والمحبة والسلام في شخص ربنا يسوع المسيح. أصلي اليوم هيك يوم جديد في حياتك وبركة جديدة، والله يسدد كل احتياجاتك وفعلا يفتح السماء لمعونتك. وبصلي مع كل إخوتي وأخواتي هيك ربنا تحل عليك البركة من كل ناحية. إحنا في موضوعات كتير كتير مهمة اللي شاهدنا في الأسبوع الماضي، تكلمنا مع الدكتور أمال جندي عن أهمية الكرازة، وفي هذه الحلقة رح نستكمل حديثنا. بس اليوم رح نتكلم عن التحديات، الشخص اللي يؤمن بالمسيح، وحطناها تحت عنوان تحديات العابر. وطبعا شخص جاء للمسيح من خلفية لا يعرف أو كل المعلومات عن المسيح والمسيحية مغلوطة، لأنه هاي الطريقة والأسلوب اللي تعلمه، وفي الوقت الحالي ابتدى يشوف أشياء جديدة وتتوضح أمور تختلف عن اللي كان يمارسها أو كان يعيشها في حياته. فرح نتكلم عن هذا الموضوع، شو هي التحديات اللي بمر فيها. رح نتكلم عن تحديات نفسية، تحديات اجتماعية، تحديات دينية، تحديات روحية، وفي كتير أسئلة بتدور في أذهان العابر. وإذا في عندك صديق أو عندك صديقة بتحبوا أن يشاهدوا هذه الحلقة، الفرصة أنه تتصلوا فيهم حتى يستفيدوا من هذه الحلقة.